الآن تويتر بما أنه هو الشبكة الاجتماعية الأكثر شهرة في المملكة أو في الخليج بشكل عام، الشخص اللي بيفعل هذه المميزات على أندرويد أو على الآيفون بيقدر أنه هو يعني خلينا نقول يقرأ الأشياء الموجودة على تويتر، ولكن كيف بيقرأ الصور؟ تويتر مثلا انت ممكن تحط صوره معينه وذوي الاحتياجات الخاصه مثلا عنده مشاكل في البصر حاب يعرف ايش محتوى الصوره هذه، القارئ الذكي اللي عنده ما حيقرا له ايش معنى الصوره. فهنا في خيار مره جميل في تويتر، انصح اي شخص يستخدم تويتر انه هو يفعله. لو رحنا في تويتر من الاعدادات والخصوصيه وبعدين رحنا على امكانيه الوصول بنحصل ميزه اسمها كتابه وصف للصوره. هذه الميزه بتتيح لك ميزه جميله جدا، خليني اخذ معك سيلفي كده بنحاول ننشره بشكل مباشر. اي تفضل. لو جيت الآن ودي أنشر هذا السيلفي على تويتر، تمام؟ أنا بأقدر هنا خيار تحت بيظهر لي جديد اسمه إضافة وصف، بأقدر أقول أنه أنا والله مع الأستاذ مراد في تابع دوت نت، تمام. فالشخص الكفيف بيقدر أنه هو من خلال القارئ الذكي في جواله أو خاصية الفويس أوفر على آيفون مثلا أو على أندرويد أنه هو يقرأ ويعرف أنه أسامة والله الصورة هذه قاعد يتكلم أو الصورة هذه مع الأستاذ مراد، فأنت أيوه. قاعد تشركه يعني بيوصف له بالضبط. الصورة اللي بيشوفها بالضبط، فأنت قاعد تشركه كمان في الصورة، هو من حقه كمان يعرف إيش محتوى الصورة أيوه. هذه وإيش محتوى الفيديو. طب هو حتى لما يبغى ينزل صورة له مثلا هو اخذ سيلفي وبينزل صوره له برضه التويتر في خاصيه ان هو بيوصف له الصوره اللي هو بينزلها؟ لا للاسف انا اقول لك الفكره ان انت لما هو بيتصفح تويتر بيشوف صوره بيقول له هذه الصوره بالضبط مع بالضبط. او هو نفسه يقدر لما ينزل صوره هو يقدر يضيف لها وصف عشان حتى اللي عندهم مشاكل بصريه مختلفه برضه ممكن يستفيدوا منها بهذه الطريقه. وفي طبعا برضه تطبيقات كثيره على المتجر، مثلا في تطبيق اسمه ايفا فاشيال ماوس، هذا التطبيق على الاندرويد بيقدروا اي ناس عندهم مشاكل في الحركه انهم يتحكموا في الجوال من خلال راسهم خلال الايماءات، فهو بيقدر يحرك راسه عن جواله والكاميرا او الحساس في الجوال بيقدر يلتقط راسه وبيقدر انه هو يتحكم فيه بشكل كامل من دون ما يلمسه نهائيا.